اصعب خطوات الحل، اول خطوه انك بتحسب الويند لود، الخطوه الثانيه بنحسب السيزميك لود، وكان السيزميك لود هو اللي كسب وده اللي كملنا بيه. بعد كده بنجيب البروبرتيز اوف سيكشن اي اكس واي واي، وبعد كده الخطوه الرابعه بنجيب السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، وده اتعلمنا المره اللي فاتت بنجيبه ازاي. الخطوه الخامسه تعتبر اهم خطوه، توزيع الاحمال على الحوائط، يعني ديستريبيوشن اوف اف بيز اون وولز، دي عملناها برده المره اللي فاتت، وجبنا الاستريننج اكشن كاف ومومنت كقوه ومومنت على الحيطه دبليو 1. الخطوه بتاعت النهارده هي الخطوه رقم 6، الاستريننج اكشن على الحيطه، بحسب مومنت وشير ونورمال على الحيطه. الخطوه السابعه بصمم الفليكشر وبصمم الشير، والخطوه الثامنه والاخيره رينفورسمنت ديتيل. فاحنا النهارده هنتكلم على الثلاث خطوات دول، وهنقول كمان ديزاين الكابلنج بيم اللي هي الكاميرا اللي بتربط ما بين اتنين شروط. فهنتكلم النهارده على الخطوه رقم 6 اللي هي الاستريننج اكشن اون وولز، اللي هي الاحمال او الاستريننج اكشن على الكاميرا او على الحيطه اللي اسمها دبليو 1. من السكشن اللي فات احنا قلنا ان الحيطه دبليو 1 درسناها في اتجاهين، درسناها في اتجاه واي دايركشن ودرسناها في اتجاه اكس دايركشن. في اتجاه واي دايركشن كانت مديه اف بيز ب 1299 او اف ترانزليشن ب 1299 و6 من 10، والمومنت بتاعه ب 24952. ونفس الحيطه اللي اسمها دبليو 1 لما درسنا الاحمال في اتجاه اكس لقينا ان عليها برضو اف ترانزيشن ب 77.18 والمومنت ب 1481. ده الاف ترانزيشن والاف روتيشن كلهم مجموعهم يعني. فده الناتج من احمال او الناتج من الدراسه في اتجاه واي، وده الناتج من الدراسه في اتجاه اكس. طب هل الحيطه دي اللي اسمها دبليو 1 دي هتتاثر بالحملين دول في وقت واحد؟ يعني هل الزلزال هيجي في محور اكس وفي محور واي في نفس الوقت؟ الاجابه لا، الزلزال يا في اكس يا في واي، وفي اسوأ الحالات هيجي على المايل. فالكود خد اعتباره ان اسوأ الحالات على المايل، فقال لك لو جيت الزلزال على المايل فالحيطه بتاعتك دي هتبقى شايله في اتجاه معين بقيمه كبيره لانها حيطه راسيه، فهتبقى شايله من تحليله المومنت اللي على المايل او من تحليله الحمل اللي على المايل انه يتحل الراسي، هتبقى شايله مقدار كبير. ولو الحمل اللي على المايل اتحمل افقي او اتحل الافقي هتبقى دبليو 1 شايله مقدار صغير. فالكود ينسب الكلام ده بنسب من الاحمال اللي على الحوائط اما تدرسها في الاتجاهين. يعني سعادتك درست الحيطه دبليو 1 والحمل موجود في واي دايركشن، ورجعت درستها تاني والحمل موجود في اكس دايركشن بكامل قيمته. نقول لك بقى ان الاحمال اللي بتاثر على دبليو 1 كلوب كومباينيشن باخد 30% من الاحمال الصغيره، بمعنى ان لو عايز اقول الاف اللي بتاثر على الحيطه دبليو 1 بكام، هتبقى الاف الكبيره زائد 30% من الاف الصغيره. الكود قايل نصا كده ان اي اتجاه انت بتدرسه لازم تحط معاك في الاعتبار 30% من الحمل الاف بيس في الاتجاه الثاني. يعني لو بدرس الزلازل في اتجاه واي فاحط اف بيس بالكامل في اتجاه واي، وفي نفس الوقت بحط 30% من الاف بيس في اتجاه اكس اللي هي ممكن تيجي من التحليله. فانا عملت ايه؟ درست الحيطه ده دبليو 1 باعتبار اف بيس في اتجاه واي بكامل قيمتها، وباعتبار اف بيس في اتجاه اكس بكامل قيمتها، وبدخل حته ال 30% في الاستريننج اكشن في الاخر. ده اسهل عشان سعادتك ما تتلخبطش. يبقى في الامتحان لو الراجل شاور على حيطه وقال لك ادرسها في واي دايركشن لازم تدرسها في الاتجاهين حتى لو هو يحدد اتجاه واحد. اشمعنى؟ لان الكود قايل لك لو هتحط الحمل في اتجاه واي فلازم تاخد منه 30% وتدرسهم في اتجاه اكس. فانت في الامتحان ما يشغلكش، قال لك ادرسها في اتجاه واحد انت بتدرس في الاتجاهين، لان في الاخر انا بجمع الاستريننج اكشن الكبيره زائد 30% من الصغيره. يعني لو عايزين نحسب المومنت على الحيطه هيبقى المومنت الكبير
زائد 30% من المومنت في الاتجاه التاني. عايز تحسب الشير على الحيطة، يبقى الشير الكبير زائد 30% من الشير الصغير. اتفضل. انت مش قلت ان احنا ناخد ال 30% دي هتبقى هي القوة اللي بتأثر على الناحية التانية؟ طب انا ليه جمعتها بقى على الناحية دي؟ ما دي ناحية ودي ناحية. ده كده انا دارس الاف بيس في اتجاه الواي، ودي الاف بيس بكامل قيمتها في اتجاه الاكس. بقول لك لا، انا لو هدرس ده بي واحد فهدرس في اتجاه الواي مثلا و30% بس من اتجاه الاكس، وده الاخطر. تبقى ال 30% بقى ناحيه الاكس، انا ليه جمعتها على الواي؟ ما هي دي ده سؤال. يا ابني الحبلين دول بيأثروا على ده بي واحد. ارجع من السكشن اللي فات، بس احنا ده بي واحد دي جبناه عليها جبنا عليها حملين. حمله لما كان الاف واي بيأثر في كان مكان الاف بيز بتأثر في اتجاه الواي فهي خدت ترانزيشن وخدت روتيشن. اما درسناه في اتجاه الاكس الجول واحد دي خدت روتيشن بس، فخدت ترانزيشن لانها راسيه. تمام وصل. لا انا تمام. فالحملين دول اصلا على دبي واحد، فانا عايز بقى اجمعهم ازاي؟ الكود ما يقول لك ما تاخدش الاثنين، ولا تاخد الكبيره بس، ولا تاخد الصغيره بس، لا خد الكبيره زائد 30% من الصغيره. دي اسهل طريقه تدخل بيها قيمه ال 30%. الطريقه اللي عملتها دي تمام. المومنت بيساوي ايه؟ اما التيميت الكبيره زائد 3 من 10 في اما التيميت للاتجاه الثاني. فتعال نحسبه كده، يبقى ده الكبير 24952 زائد 30% من المومنت ده، يطلع الكلام ده معاك ب 25396. كده حسبت اول ستريننج اكشن اللي هو الام الت. طب لو عايز احسب الشير برضه، قيمه الشير هتبقى ايه؟ اللي بيعمل شير على الحيطه ده بلان، فاللي بيعمل شير على الحيطه الاف ده بلان كده، فاللي عايز يقص الحيطه الاف دي، فانا هاخد اف الكبيره زائد 30% من الاف الصغيره اهو. بس الكود يقول لك ايه؟ ان كيو التيميت دي هرجع اضربها تاني في 1.25، ده قدام بقى، او اسف 25%. لازم ازود الشير اللي انا حاسبه ده بمقدار 25%، ده شرط كود. اشمعنى؟ عشان لما تيجي تصمم على شير كبير ويبقى ساعتها تطلع كنات كتير، واضمن 100% ان الانهيار مش هيحصل في الشير، هيحصل في الليكشر. يبقى الحيطه ده ايه؟ انا مش عايزها تنكسر شير، انا عايزها لو هيحصل لها انهيار وهيظهر فيه شروخ يبقى نتيجه المومنتات اللي عليها مش الشير. فاعمل ده ازاي؟ اجيب قيمه الشير اللي عندها واضربه في 1.25، يعني ازوده بنسبه 25% عشان اضمن في التصميم ان الانهيار اللي هيحصل هيبقى انهيار فليكشر. فيبقى كيو التيميت ديزاين بتساوي 1.25 من المجموع ده عشان نزوده بنسبه 25%. فتعال نجمع، يبقى 1299.6 زائد 3 من 10 في الاف ده ايه؟ في 1.25، يطلع معاك كيو التيميت ديزاين ب 1653.44. يبقى تاني يا باشمهندس، سعادتك لو بتدرس الحيطه ده بي واحد، هدرس مره في اتجاه واي ومره في اتجاه اكس، فهجيب على الحيطه حملين، حمل نتيجه الدراسه في اتجاه واي، والحيطه ده بي واحد ده ايه؟ يعتبر اتجاهها الرئيسي واي لانها حيطه راسيه. ومره تانيه احمال على الحيطه ده بي واحد برضه نتيجه انك درست في اتجاه اكس. ونقول لك بقى لو عايز تجيب الفاينل ستريننج اكشن، خد الحمل الكبير او الحاجه الكبيره واجمع عليها 30% من الصغير. بس الشير بتاخد ده اللي هو الاف الكبيره زائد 30% من الاف الصغيره، وفي نفس الوقت بترجع تضربها في 1.25. اشمعنى؟ عشان تضمن 100% ان الانهيار بتاعك فليكشر مش شير. كده حسبت لك الام التيميت والكيو التيميت. طب لو عايزين نحسب الـ N ultimate اللي هي أقصى قوة نورمال بتوجد موجودة على الشير ولدي. طب ما الشير ولدي تفكرك بإيه؟ تفكرك بالعمدان اللي كنا بنعملها زمان، اللي كنا بنحسب أحمالها في تانية.
والناس هيعملها ازاي دي؟ ممكن بالاريا مسو نفس الكلام برضو، احسب حمل الشير وول ده بالاريا مسو. فساعتك هتعمل ايه؟ هتقول ان ان التيميت دي المفروض انها بتساوي الديد زائد اللايف، يعني الاحمال اللي في الديد زائد الاحمال اللي جايه من اللايف. امال ايه المعادله دي؟ دي المعادله اللود كومباينيشن بتاع الاحمال الفيرتيكال في حاله وجود زلازل، 1.12 من الديد لود زائد ابساي في اللايف لود. والابساي ده خدناه قبل كده على فكره، معامل مساهمه اللايف لود في حاله وجود زلازل اللي كان عندنا بربع، لان المبنى السكني اللايف لود جواه بيساهم بربع قيمته في حاله وجود زلازل زائد اس. ايه الاس دي بقى؟ المفروض ان المبنى بتاعك، تخيل كان ده المبنى اهو، والزلزال بيأثر عليه كده، الزلزال هز ارضيه، فالزلزال بيتحلل لقوتين. خد بالك بقى ده الليفيجن، فالزلزال بيتحلل لقوتين، قوه افقيه وقوه راسيه. القوه الافقيه بتعمل المومنتات على الشير وول اللي هي الاف بيز. طب والقوه الراسيه؟ هي عماله تشيل وتهبط في المبنى. توقع المبنى بتاعك بيبقى عليه زلزال، فمن عمال يطلع لفوق ينزل لتحت عمال كده، بس طبعا حركات بسيطه مش جامده. فنتيجه الحركه اللي هي فوق وتحت دي، هتلاقي العناصر الراسيه دي بتتحمل بقوه زياده، قوه فيرتيكال. فبنسمي القوه الفيرتيكال دي الناتجه من الزلازل اسمها اس. فالاس دي يا باشمهندس القوه الفيرتيكال الناتجه من السيزمك. وعلى فكره ده اهي ما ينفعش سعادتك تحسبها مانوال، لان ملهاش قوانين. امال الاس دي بتتجاب منين؟ من البرامج بقى، انك تمثل المبنى 3 دي على برنامج زي الايتاب مثلا، والايتاب بياخد في اعتباره ان الزلزال مش قوه افقيه كده بس، لا بياخد كمان نسبه منها قوه راسيه، يعني هو ده بيتحسب بالبرنامج. طب في الامتحان الاس دي ولا كانك شايفها، الا لو اديها لك في المساله يقول لك كده السيزميك فيرتيكال لود بكذا، فيبقى ده معناه اللي هو الاس. طب خلاص يبقى كده يا باشمهندس الخلاصه بتاعتي ايه؟ ان الحمل الالتيميت بيساوي 1.12 الديد زائد ابساي في اللايف. تعال اعرف لك بقى الكلام ده زي ما قلت من شويه، الالتيميت ده النورمال الكلي على الحيطه في وقت الزلزال، الديد او الابساي نسبه اللايف لود اثناء الزلزال اللي دايما لو هو مبنى سكني بربع، الاس النورمال على الحيطه نتيجه حدوث الزلازل، ودي بتيجي من البرنامج او يديها لك جيم في الامتحان. فيبقى الالتيميت في الاخر بكام؟ 1.12 الديد زائد ابساي في اللايف. طب لو هتكلم على الحيطه ده بواحد، عايز احسب التوتال ديد لود اللي وقع عليها، ده الراجل مديني في المساله وقايل لي ان الديد لود التوتال او الديد لود اسف لاي دور ب 9 كيلو نيوتن على متر مربع، كان قايل كده في المساله. طب لو عايز احسب الديد لود التوتال، قال لك بيساوي الديد لود على المتر المربع، الحمل على المتر المربع مضروب في المساحه اللي الحيطه شايلاها، لان بحسب الحمل على الحيطه، مضروب في عدد الادوار. طب انا عايز احسب الحمل على الحيطه دي، فعايز اشوف الحيطه دي شايله مساحه قد ايه، اعملها ازاي دي؟ بالاريا مثل، اقسم المسافات حوالين الحيطه، هخلي الحيطه تتخانق مع جميع العمدان والحوائط اللي حواليها. فالحيطه دي هتتخانق على اليمين مع العمود ده، المسافه بينهم كام؟ 6، فهي هتاخد 3 والعمود ده ياخد 3. الحيطه دي هتتخانق مع الشمال مع العمود ده، فتقسم المسافه ما بينهم، برضو المسافه ما بينهم كانت 6، فهي هتاخد 3 والعمود ده ياخد 3.
الحيطه اهي هتتخانق مع العمود اللي تحت، المسافه بينهم 5، فهي تاخد 2.5 وهو ياخد 2.5. طب المسافه الباقيه دي كام؟ 6، مداني 6 اهي. فالمساحه اللي اتكونت دي يا باشمهندس دي المساحه اللي الحيطه شايلاها. بس خد بالك بقى ان جوه المساحه دي في حته من الفتحه فهتتشال، فيبقى المساحه اللي بهشرت دي هي مين؟ هي المساحه اللي الحيطه شايلاها. طب مساحه الفتحه دي قد ايه؟ الارتفاع 2.5. طب والعرض ده كام؟ ده هو قايل لي ان كل الفتحه 4 متر، والحته دي بكام؟ ب 2 متر. جت منين؟ ان ده كله 6 يبقى دي 2 ودي 4، يبقى الحته اللي باقيه دي 2 متر. وانا قايل لك ان من هنا لحد هنا ب 3، يبقى الحته اللي باقيه كام؟ 3 ناقص 2 يبقى متر، فيبقى ابعاد الفتحه متر في 2.5. يبقى لو عايزين نجيب الاريا هيبقى المساحه الكليه ناقص مساحه الفتحه، يبقى هتساوي 6 في 8.5 اللي هي ال 6 متر دول وال 8.5 متر دول، اطرح منهم 1 في 2.5 هيطلع معاك ان الاريا دي ب 48.5. طب واديت لون على متر مربع كان جيفن ب 9، والان فلور عدد الادوار الكليه كانت ب 9 برضه، كانت ارضي و8 متكرر، فيبقى 9 في الرقم ده في 9 يطلع معاك ب 3928.5. ده النورمال فورس، او ده اسف الديد لود التوتال اللي الحيطه دي شايلاه. طب لو عايز اجيب اللايف لود التوتال نفس القانون اللي فوق ده، اللايف لود التوتال بيساوي اللايف لود على متر مربع في الاريا في الان فلور، نفس الاريا ونفس الان فلور، اللايف لود كان مديهولنا ب 2، فيبقى 2 في الاريا في 9 يديك 873. كده انا جبت نصيب الحيطه دي من التوتال ديد لود ومن التوتال لايف لود في الدور الارضي، لان ضربت عدد الادوار. طب لو عايز احول الكلام ده الالتيميت بستخدم الكومباينيشن دي اللي هي 1.12 ديد زائد ابساي في اللايف، يبقى الان الالتيميت بيساوي 1.12 ديد زائد ابساي اللي هي بربع عشان مبنى سكني في التوتال لايف لود، يطلع الكلام ده معاك ب 4618 كيلو نيوتن، وده التوتال نورمال. طب لو سمحت يا هندسه اتفضل. اللي انا ليه ما حطيتش اكمل الاس هنا؟ ليه ما زودتش هنا الاس؟ ليه ما حطيتش اكمل الاس؟ مش هعرف احسبها لان لازم الاس تيجي من برنامج. يعني لو اديها لك، لو اديها لك جيفن ما كانتش معطى، لا لو اديها لك جيفن يبقى هتزود على القانون ده الاس اللي هو مديها لك جيفن. تمام جدا. طب هو منطوقها في المساله بيبقى ازاي يا هندسه؟ ال الفيرتيكال سيزميك لود، فيرتيكال سيزميك لود. تمام يا ريس. باشمهندس كده عملنا المعادله بتاعت ال 1.4 ديد زائد 6.10 لايف. ايه هو هو ايه هو قالها في المحاضره؟ قال الاكبر من الاثنين دول؟ الاكبر من الاثنين اه، وقال ان ال 1.4 ديد اللي هي المعادله العاديه بتاعتنا هي اللي بتحكم في الاخر غالبا، يعني في الغالب. طيب بص يا ريس هقول لك الكلام اللي يعني المفروض يتعمل الكود نصا كده. لو انت فتحت الكود هتلاقي بيقول لك ايه؟ في حاله وجود زلازل فان الالتيميت لوب بيتحسب من معادلات. افتح كده الكود بتاع الاحمال هتعبها لك يعني، او الكود العادي شابتر 3 اللي هتلاقي المعادلات ايه؟ اول معادله لو انت عندك سيزميك لود لازم الالتيميت كومباينيشن تبقى دي، ولو انت عايز تحسب نتيجه الديد لوب بس يعني احنا ممكن اللايف لود يشال خالص، ده خطير، ده اخطر حاجه، فنقول لك ناخد 9/10 من الديد زائد السيزميك. يعني في معادله ثانيه برضه
لو انت عندك سيزمك لود. فالمعادلتين دول انا بكلمك كده بره او بكلمك كده المفروض الكلام الكود. المعادلتين دول دول لود كومباينيشن بتوع الزلازل. المعادله دي والمعادله الثانيه اللي بتاعت 9 من 10. امال معادله ال 1.4 من 10 دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت اللود كومباينيشن لو انت ما عندكش اي احمال زلازل. يعني لو انت عايز تصمم على الفيرتيكال لود فقط. فالكود ما كانش معتبر ان حاله 1.4 من 10 دي من ضمن الزلازل اصلا. بس انا سمعت فعلا الدكتور محمود قال اكبر من الاثنين. فانا مش الكلام اللي متجهز ده يا جماعه متراجع مع دكتور محمود، يعني البرزنتيشن دي متراجع معاه. وهو ما اعترضش على دي. فخلاص احنا نمشي بالمشي. طب العمل ايه الوقت يا باشمهندس في الامتحان؟ هو ما اعترضش على دي. فاحنا نمشي على ده لحد ما هكلم دكتور محمود ابو شمس عماد هشوف اللي هم اتفقوا في الاخر عليه. بس هو لا، هو الكلام احنا كلنا بناخد من مصدر واحد. يعني اللي عامل بلسان الزلازل باشمهندس عبد العزيز. مع اختلاف طبعا الشكل احنا بقى ناخد كل حاجه بقى ينسقها. بس اللي عامل المحتوى ذات نفسه باشمهندس عبد العزيز. وكان قاعد مع دكتور محمود وراجع معاه كل الكلام ده. فلو كان معترض كان قال عليه. ففي حاجات فعلا هو اعترض عليها واحنا عدلناها. انما هو ما اعترضش عليه. فيبقى خلاص السكشن ده متراجع مع دكتور محمود. فيبقى لان مش هتفرق قوي يعني. مش هتفرق قوي بس خلينا احنا زي ده. زي ما هو راجع. تمام يا باشمهندس بس يا ريت تتاكد لنا منه. حاضر ولو في اي حاجه هقول لكم والله. مهندس يعني جايز ما خدش بالي منها فيلبسنا في فنلبس في الاخر. لا 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 لو في اي حاجه فعلا هقول لكم. انا مصدق حضرتك انك تقول كده. انت بتحكي الكود هتلاقي كده والله زي ما قلت لك. بس الفكره اننا بس مش الامتحان. ايوه انا عارف فاهم عشان الامتحان فاهم والله. باشمهندس ايه القيمه اللي الدكتور عدلها بس؟ عدل ايه؟ مش لسه بتقول ان انتوا قعدتوا الحاجات الثانيه مش هنا الحاجات الثانيه. تمام كده يا جماعه. كده جبنا الان التيميت اللي على الحيطه دي. كده احنا جبنا ثلاث حاجات، المومنت الالتيميت والشير التيميت والان التيميت. بقى عندنا حيطه قطاع، انسى بقى خلاص ان هي حيطه. عندنا قطاع ابعاده 30 سنتي في 6 متر وعليه ثلاث حاجات، نورمال ومومنت وشير، وعايزين نصممه. هعمل ايه؟ همسك النورمال والمومنت صممه بالانتراكشن دياجرام، وهمسك الشير اصممه عادي بمعادلات الشير. تعال نعمل الكلام ده يا ريس. فيبقى الخطوه السابعه ديزاين الشروط. الكلام اللي جاي ده مش جديد. انا بصمم قطاع عليه ام وان. فاول حاجه بتصمم فليكشر. القطاع عليه مومنت بالقيمه دي، ده الام التيميت، والان التيميت لسه جايبينها السلايد اللي فات. والقطاع ابعاده 300 في 6000. عايزين نصمم. كنا المفروض في ثانيه بنحدد احنا انتراكشن دياجرام زون كام وهكذا، نقعد نجيب ايه على التي وكده. لا احنا هنا في رابعه بقى بنعمل ايه؟ قال لك دايما بنخش انتراكشن دياجرام، ودايما كمان يونيفورم. اليونيفورم انتراكشن دياجرام يعني الحديد موزع بانتظام. طب عشان اجيب صفحه الانتراكشن دياجرام بجهز كام حاجه؟ ثلاث حاجات. نوع الانتراكشن دياجرام يونيفورم، دي اول حاجه. ثاني حاجه الاف فيلد حسب ما هو مديهالك في المساله، وليكن ب 360، هو كان مدانا ب 360. والابساي اللي هي ب 9 من 10 او الابسلون دي. فالثلاث قيم دول هتلاقي ان انت اما تخش المانوال هتلاقي ان الانتراكشن دياجرام اللي بيتناسب مع التلاته دول صفحه 160 اللي هو الانتراكشن دياجرام ده. ده صفحه 160 في الكود في المانوال. طب عايز اخش بقى محتاج اجيب القيمه دي ومحتاج اجيب القيمه دي. اول قيمه اسمها الكي التيميت، ان التيميت في 10 اس 3 على الاف سي يو في البي في تي. ان التيميت بكام؟ عندي اهي اف سي يو 25 مثلا او ب 30 زي ما مديها لك، البي 300، التي 6000. عوضت اهو يطلع معايا الكي التيميت بواحد من 10. طب عايز احسب القيمه الثانيه.
الكي التيمت في الاي على التي بتساوي ام التيمت في 10 اس 6 على الاف سي يو في البي في التي تربيع. ام التيمت عندي والاف سي يو عندي والبي عندي والتي عندي يطلع ب 94 من 1000. تخش على المحور الافقي ب 94 من 1000 وعلى المحور الراسي 1 من 10 تطلع الرو، تطلع معاك الرو تقريبا ب 4. هي تطلع رقم ما بين ال 4 وال 6، انا خدت ان هي قريبه من ال 4 فخدتها ب 4. ممكن تاخدها انت ب 5، ممكن تاخدها ب 6 عادي اقرب حاجه، او بالنسبه والتناسب كده لو هي في النص خدها بالنص بالظبط. الرو دي بجيبها منين؟ الرقم اللي مكتوب على مين؟ على المنحنى. بخش بالمحور الراسي والمحور الافقي هلاقيهم الاثنين اتقطعوا في نقطه، اشوف النقطه دي فين، هل هي على المنحنى بتاع الاربعه، هل هي قبل بشويه فتبقى اربعه، هل هي قريبه من الاثنين فتبقى اثنين، وهكذا. فطلعت الرو بتاعتي تقريبا باربعه. اعمل ايه بعد كده بقى؟ كنت بجيب حاجه اسمها الميو اللي هي الرو في الاف سي يو في 10 اس سالب 4. القوانين دي مكتوبه في نفس الصفحه، نفس الصفحه 160. هو تحفظش حاجه. يبقى 4 في 25 في 10 اس سالب 4 يديك 1 من 100. طب بعد ما جبت الميو، معلش يا هندسه عشان افتكر بس، الميو دي كانت للقطاع كله صح؟ اه، لان القطاع ده يونيفورم. تمام. بعد كده بروح اجيب الاري اس اللي هي الميو في البي في التي. الكلام ده مكتوب يا جماعه، قوانين مكتوبه في صفحه 160، تحفظش حاجه. يبقى 1 من 100 مضروبه في 300 في 6000، يطلع الكلام ده معاك ب 18000. ده ايه ده بقى؟ ده الحديد التوتال اللي هيستخدم في الحيطه دي. طب الحديد ده هيتوزع ازاي؟ هيتوزع يونيفورم، متوزع بانتظام على الاربع، على الاربع جدران كده متوزع قد بعضه. طب نعملها ازاي دي؟ قال لك نقسم الرقم ده هو على الاربعه، فيبقى الاريا اس لاي سايد 18000 على الاربعه يديك 4500. لو عايز تحولها لعدد اسياخ هيطلع لك ب 18 في 18، ومش لازم تحولهم دلوقتي، سيبها مساحه زي ما هي، واقول لك ليه كمان شويه. يعني يا باشمهندس الحيطه اللي قدامك دي محتاجه حديد في الاربع اركان كل ركن فيهم ب 4500 ملي متر مربع. وبكده سعادتك عملت خلاص مين؟ التسليح او حسبت التسليح نتيجه الفليكشر ام وان. موضوع بسيط خالص، بخش الانتراكشن دايجرام اليونيفورم، احدد الصفحه، اجيب الكي التيمت والكي التيمت في الاي على التي، وبعد كده بعوض في القوانين اللي في نفس الصفحه. هيجيب لي نسبه الحديد الكليه، هقسمها على الاربعه، بقى كل واحد من دول محتاج 4500. طب لو عايز تصمم الشير، قال لك ديزاين الشير نفس الديزاين بتاع الكاميرات بالظبط، وهتشوف دلوقتي هتلاقي نفس الموضوع. الكيو التيمت ديزاين احنا حسبناه من شويه اللي هي واحد وربع مضروبه في الكيو الاف الكبيره زائد 3 من 10 من اف الصغيره. كنت بعد الخطوه دي بحسب حاجه اسمها كيو التيمت سمول اللي هي كيو التيمت ديزاين على البي في التي او البي في ال. الكلام ده بيساوي الرقم ده، طبعا غلط بقى، الرقم ده المفروض 1653 في 10 اس 3 على 300 في 6000 يطلع معاك برقم. كنت اعمل ايه في الرقم ده بقى؟ المفروض كنت بكمل احسب حاجه اسمها كيو سي يو وبعد كده حاجه اسمها كيو ماكسيمم واكمل. قال لك بص ركز معايا في الحته دي، لو ده الشير وول ودي الاساسات، فالشير وول ده في مقاومه الشير بيتقسم لمنطقتين. لو ده كله ارتفاع الشير وول ففي ارتفاع صغير قريب من الاساسات بنسميه الاتش كريتيكال او المنطقه الحرجه في الشير وول.
اكبر منطقه بتبقى معرضه لاف بيز، لان الاف بيز بتاثر في الارض، فدي اكبر منطقه بتكون معرضه لاف بيز. طب الاتس كريتيكال دي معناها ايه؟ معناها منطقه حرجه تقريبا الخرسانه فيها ما بتقاومش شير، لانها بيحصل لها شروخ كبيره. فنعمل ايه؟ نقول لك خلاص في الاتش كريتيكال دي يا باشمهندس في الارتفاع ده الخرسانه مش هتقاوم قص، وبالتالي ههمل مقاومتها واشتغل ان اللي بيقاوم القص في المنطقه ده اهي الحديد فقط بدون اي خرسانه. طب الارتفاع ده قد ايه اصلا اللي هو اتش كريتيكال ده؟ في الكود بيتاخد الاكبر من حاجتين، يا ارتفاع الحيطة كلها على 6، يا الطول بتاع الحيطة اللي هو الـ LO الأكبر فيهم. طب أنا استفدت إيه من المنطقة الحرجة دي يا باشمهندس؟ لو تفتكر في الكاميرات كنا بعد الخطوة دي بنقارن بـ QCU وـ QMAX، لو كانت ما بينهم كنا بنحسب حاجة اسمها QSUS اللي هي بتساوي Q Ultimate ناقص QCU على الاتنين، كنت بطرح من الكيو ألتمت نص مقاومة الخرسانة لأن كانت الخرسانة بتقاوم معايا. المرة دي أنا هصمم في الكريتيكال سيكشن أو في الكريتيكال زون، فالخرسانة مش ما عادتش بتقاوم، ده بقى اللي بيقاوم الشير كله الحديد، وبالتالي سعادتك هتصمم إن الكيو إس يو إس بتساوي الكيو ألتمت بالكامل، مش هطرح منها كيو سي يو على الاتنين لان الخرسانه ما بتقاومش. وبعد كده هتكمل بالقانون بتاع الكاميرات العادي، اللي هو ايه القانون بتاع الكاميرات العادي؟ ان في الاي على البي في الاس بيساوي كيو اس يو اس على اف يلد على الجاما اس. معاك الان عدد افرع الكانه، الكانه دايما في الحيطه بيبقى عدد فروعها 2، الاريا اس مساحة مقطع سيخ الكانة، أقل قطر سيخ بيستخدم في الحوائط دي فاي 10، ما بتلاقيش أقل من كده بره. بنسمي حديد أصلا الكانات ده حديد براندات، والبراندات دي بتكون قطرها كبير شوية. البي اللي هو عرض الحيط، الاس مسافة تقسيط الكانات في الإليفيجن إن شبه العمود، بتساوي كيو اس يو اس اللي هي عندنا هي كيو التم على اف فيلد على الجاما اس. يبقى انا بصمم الشير في المنطقه الكريتيكال. طب والمنطقه اللي فوق الحديد اللي في الكريتيكال هيكمل فوق، يعني طلع في الكريتيكال مثلا هستخدم 6 كانات في المتر في 10، هفضل مكملهم لحد فوق مش هيخسروني حاجه. تعال نعوض كده، يبقى 2 في الاريا ستيرب على 300 في الاس بيساوي كيو اس يو اس على اف فيلد على الجاما اس. خلي بالك مستخدم فاي 10، طالما ساعتك مستخدم فاي 10 فعوضت بالاف فيلد على مين؟ على 360. هتطلع ان الاريا ستيرب على الاس ب 3/10 من القانون ده، هتعوض عن الاريا ستيرب بفاي 10 هيطلع معاك ان الاس ب 261. باخدها بكام؟ زي الكاميرات كده، لو اكبر من 200 خدها ب 200، ويبقى مستخدم 5 فاي 10 على المتر. وعلى فكره ده مينيمم البراندات بره، المينيمم بتاعها 5 او 6 فاي 10 على المتر، مفيش فاي 8 في البراندات. طب ده لو عايز تصمم في الكريتيكال سيكشن. امال لو سعادتك عايز تصمم في الحته اللي مش كريتيكال اللي فوق دي، لو سعادتك مهتم قوي وعايز تصمم في اي زون تانية غير الكريتيكال، فتلاقي ان القانون بتاعك بيختلف. الكيو التيميت ديزاين على البي في ال اللي هي كيو التيميت سمول يعني بتساوي الرقم ده او المعادله دي. المعادله دي واخده في اعتبارها
قدرة تحمل الخرسانة زائد قدرة تحمل الحديد لأنك طلعت بره الكريتيكال، فالاتنين شغالين معاك هم. طب بالنسبة للألفا سي دي ياخدها بكام؟ قالك الألفا سي ياخدها بربع ده لو الاتش على الا أقل من 1.5، لو ارتفاع الحيط الارتفاع اللي هو الطول في البلان يعني أصلا على عرضها أقل من 1.5 يبقى الألفا دي تاخدها بربع. يا إما تاخد الألفا ب 17% لو الاتش على الا أكبر من أو بيساوي 2. مهمة الحتة دي هندسة؟ ممكن تيجي في MCQ. يعني بس انا كده كده ما بصممش بيها. بره ما بصممش ده خالص. امال احنا هنعمل كده ليه؟ انا بقول لك كل حاجه ممكن تكون قال في المحاضره عشان ممكن تيجي حته فيها ام اس كيو. يعني يقول لك كده في الام اس كيو يجيب لك سؤال يقول لك لو انا صممت بالجديد طبعا، لو صممت الحيطه في زون غير الكريتيكال سيكشن او غير الكريتيكال زون قول لي القانون بتاعك ايه. كان جايب قبل كده في الام اس كيو اللي فات، في السنة اللي فاتت كان جايب قوانين اختياري عادي، ممكن يجيب قانون اختياري عادي. قوانين اختياري؟ قوانين اختياري ده فيبقى الالفا سي دي ليها معاملين، يا ربع 19% حسب قيمة الاتش ولا على الالو. طب لو طلعت من 1.5 الاثنين ما هو ما قالهاش اهو الكود ما قالهاش برضه، فانت خدها اي كود بقى، يا دي مش فرق ان الكود ما قالهاش نص. طب وبالنسبه يا باشمهندس للميو دي ايه؟ ايه الميو ستيرف دي؟ تقريبا يا باشمهندس ما بينهم كانت العلاقه خطيه حاجه شبه كده مش فاكر. هتاخدها يعني النسبه ما بينهم ماشي، لو حاجه ما بينهم تاخد علاقه خطيه ماشي صح. ده كان كلام الدكتور يعني. طيب تمام ماشي. لو يا باشمهندسين لو طلع ان الالفا ما بين 2 او الاتش اسف على ال طلعت ما بين 2 ل 1.5 فانا هعملها كده بعلاقه خطيه. هقول ايه؟ بص كده، لو الاتش على ال ب 1.5 المفروض العكس بقى، لو الاتش على ال ب 1.5 فيبقى الجاما سي او الالفا سي دي بربع، لو الاتش على ال ب 2 فيبقى الالفا سي ب 17%. لو اي حاجه ان بتوين سعادتك بتجيبها تشابه بقى، يعني لو 1.7 مثلا تروح تجيب القيمه دي ازاي؟ تعمل ده مستطيل كده وتجيب النسبه دي من تشابه المثلثات وتجمعها على النسبه اللي تحت. يبقى لو حاجه ان بتوين بتجيبها بالنسبه والتناسب او بتشابه المثلثات. انك تعمل ايه؟ عايز تجيب الالفا عند 1.7 هقوم جاي صادق كده خط افقي وانا عارف ان الحته اللي تحت دي ب 17%، الحته اللي فوق بكام؟ هقول نص اللي هو البعد ده كله على الحته دي اللي انا عارفها اللي هي ربع ال 17% بيساوي ربع اللي هي المسافه دي من 2 ل 75 او 1.7 يبقى 3.3 على الارتفاع ده، هشبه المثلث الكبير ده بالمثلث الصغير ده. مش مهندس الحته دي قد ايه؟ اتفضل. مش هو في الغالب اصلا الشير بيطلع مينيمم لان انا مصمم القطاع انه ينهار في ليكشر؟ ايوه يعني سواء هو. يعني سواء ان هو في الكريتيكال او في غير الكريتيكال لازم يطلع مينيمم؟ لا مش لازم، انا مكبر الاحمال طبعا مكبر الاحمال ممكن ما يطلعش منه وممكن يطلع اي قيمه زي ما يطلع معايا بحطه بقى، وبالتالي ابقى ضمنت 100% ان الكائنات اللي حطيتها دي شايله شير اصلا مش موجود، ده شايله شير كبير اكبر من اللي موجود فعمره ما ينهار فيه. هو الفكره بس يا باشمهندس ان انا الكريتيكال عندي طالع منه فاكيد الباقي هيطلع منه. تمام ده ماشي. انا يا جماعه انا بشرح دي لمساله غير دي غير المساله اللي فوق، انا خلاص كده خلصت المساله اللي هي 5/10 خلصت خلاص. انها بشرح دي ليه؟ عشان لو جالك فيها جزء ام اس كيو حتى انا كتبها في الاخر اهو ما كتبتهاش فوق، يعني دي بشرحها لمساله ثانيه مش المساله بتاعتنا. المساله بتاعتنا اخرها 5/10 وشكرا.
سؤال بس يا باشمهندس. حضرتك قلت التسليح اللي انا مطلعينه طبعا يونيفورم، فلازم كل جنب ياخد 18 في 18. لا ياخد 4500. 4500 دي احطها في التحديد المركز، لكن لا مش موجود، ما تحولش دلوقتي. طب تمام ماشي، ياخد 4500 هحولها دلوقتي بقى بمزاجي. هلا انا بقى في الامتحان هجيب له الكريتيكال زون بس ولا هجيب له الاثنين لو ما طلعتش مينيمم؟ لا كريتيكال زون بس، الا لو هو جاب في الامتحان ام سي كيو وقال لك صمم بره الكريتيكال زون، قال نصا كده. انما احنا في الامتحان الطبيعي والحل الطبيعي بنعمل الكريتيكال زون فقط. هو دي نوعيه الاسئله اللي هو بيحبها، اللي هي الام سي كيو. عشان كده انا بقول لك كل حاجه عشان الام سي كيو. التسجيل شغال. طب انا قلت حاجه، بقول لك كل حاجه انا اللي كان نفسي اقول، بس التسجيل شغال. ماشي بعد التسجيل اتفضل. ومال شيل بس جواك كده اكتب جنبك عشان تفتكر. فانا كده خلصت ديزاين الفليكسر والشيل. عايزين بقى اخر خطوه نعمل ايه؟ نرسم تفاصيل تسليح، ودي تعتبر اهم خطوه، وانا هشرحها لك بنفس التفكير اللي هو ناوي يجيبه في الامتحان. للاسف هو ناوي يجيب في الامتحان تفكير مختلف عن كل سنه. يعني كل سنه كنا بنشرح التسليح عادي، التسليح اللي احنا جبناه نسلحه وخلاص. لا المره دي بقى هشرح لك التسليح ده بيتعمل ازاي، ولو بره هنعمله ازاي، لان هو ناوي يجيب في الامتحان حاجه مختلفه. وعلى فكرة يا شباب في الامتحان جايب حتة من الشير وول مرسومة تقريبا، وعامل فيها شوية أسئلة يعني على التسليح بس، حاجات امسكيو والكود يعني. أيوة زي ما احنا نقول دلوقتي. اتفضل اتفضل يا باشمهندس، المايك معك اتفضل. اللي احنا وصلنا له في الآخر من ديزاين الفليكسر ان كل جنب عليه 4000 او محتاج 4500 ملم مربع، والكنات 5 × 10. عايزين نرسم تفاصيل التسليح، فتعال نشوف الخطوات ماشيه ازاي. اول خطوه رسم الحائط الخرساني وكتابه الابعاد. انا هرسم هنا. فاول خطوه انك ترسم الحائط الخرساني كده وتكتب الابعاد عليها، 6 متر و3 من 10، الابعاد بالمتر طبعا. الخطوه الثانيه هنرسم البرندات اللي هي الكنات بتاعه الحيطه، وبفرضها خارج القطاع. طبعا برسمها جوه القطاع مستطيل زي العمود، وبيبعد كبر من كل حته. بس البرندات دي في الحقيقه ما بتنفذش مستطيل كده، طولها 6 متر وبتقعد تنتنى كل ده، ما بنعملش كده. امال بنعمل البرندات ازاي بره؟ بنعملها حاجه اسمها كليبس، اللي هو الشكل اللي قدامك ده، حرف يو مش كامل وحرف يو عكسه، بحيث ان الوصله ده اهي والوصله ده اهي يبقوا تقريبا في تلت الطول. يعني الوصله دي على بعد 2 متر والوصله اللي تحت على بعد 2 متر في تلت الطول ده، ومش قدام بعض. طب احنا طلعنا البرندات دي بكام؟ 5 × 10. يوم جاي الكود قايل لك لا، ده البرندات ليها مينيمم. من دلوقتي لحد ما اخلص السلايد دي، اللي تشيك مينيمم اهم من اللي حسبته. وهتفتكر كلامي ده في الميد تيرم، اللي تشيك مينيمم اللي هقوله هنا اهم من اللي حسبته فوق. من الاخر غالبا اللي جاي في الامتحان انك تسلح حيطه بالمينيمم، فلازم تبقى عارف المينيموم. فركز بقى معايا، المينيموم بتاع البراندات قد ايه؟ قال لك البراندات كمينيموم ادنى حاجه ليها 25% من مساحه القطاع. يعني لو عايزين نقول مساحه البراندات المينيموم كام، فان في الاي اس ستيرب على البي في الاس الميو مينيموم بتاعتها بكام؟ 25% ده كده المينيموم. تعال نعوض بقى الان بكام؟ ب2، البي ب300، الاي اس في 10
78.5 هتجيب من هنا الاس هيطلع معاك ان الاس ب 209 يبقى هتاخدها بكام؟ ب 200 يعني المينيمم طلع كام برضو؟ طلع 5.10 برضو يبقى المينيمم بتاع الحديد البرندات ربع على 100 ان في الاي اس على البي في الاس بيساوي ربع على 100 وبعد ما تتاكد ان المينيمم سيف تكتب بقى القيمه هنا طب لو كان طلع ان المينيمم اكبر من ده خلاص يبقى اخد المينيمم واكتبه هنا يبقى اول حاجه تعرفها ان مينيمم براندات ان في الاي اس على البي في الاس بيساوي ربع على 100 دي كده خلصت الخطوه رقم 2 حد يا شباب عنده مشكله في ده انا مش عندي كله فاهم الخطوه الثالثه ارسم الحديد المركز في بدايه ونهايه الحيطه ايه ده هو انا بركز حديد في البدايه والنهايه قال لك بص كده المفروض ان الشير وول ده بي واحد كان شايل مومنت كده قيمته ام الت والمومنت ده بيأثر بضغط هنا وشد هنا طبعا المومنت ده على القطاع فهو بيشد الحديد اللي جوه القطاع وبيضغط الحديد اللي جوه القطاع هنا يعني انا كده محتاج حديد مركز في الحته دي عشان يقاوم الشد ده طب هل انت ضامن ان دايما الزلزال جاي لك من تحت لفوق كده او جاي لك من الشمال لليمين كده يعني لا ده ممكن الزلزال يجي العكس لو جه العكس المومنت يتعكس يبقى عامل كده الضغط تحت والشد فوق فيبقى انت محتاج حديد مركز هنا يقاوم الشد ده فنقول لك خلاص يبقى اي شير وول عندنا هنحط لها حديد مركز في البدايه والنهايه عشان يقاوم الشد بتاع الزلزال اللي جاي من هنا وجاي من هنا طب الحديد المركز ده يتحط عند اي عند حته قد ايه من الحيطه بص يا ريس الحديد المركز ده يتحط في مساحه البي مضروبه في سي على الاثنين ايه السي على الاثنين دي ساعتك خدت كده معانا سنه ثانيه ان لو انا عايز ارسم استرس لقطاع خرساني جواه حديد توقع عندي كانت كامر كنت برسم الاسترس ازاي كنت برسم كده خط المفروض ان ده خط يا شباب وبرسم المستطيل بتاع الضغط اللي كان ارتفاعه ايه فاكرها الحته دي وتلتين الاف سي على الجاما سي والسي سي والكلام ده فكنا بنقول لك ان البعد ما بين النيوترال اكس والحته المضغوطه فوق الحته دي اسمها سي فيقول لك بقى ان الحديد المركز ده المفروض يتركز في مساحه من الحيطه فوق بي في سي على الاثنين في نص السي يعني تركز في مساحه قد كده بس ويبقى الحته ده ايه سي على الاثنين الحته دي كده من فوق ومن تحت زيها بالظبط او للتسهيل وده اللي بنعمله بره بقى ان بنركز في مساحه بي في 2 بي يعني ساعتك مش مضطر تحسب السي ولا حاجه ده اللي احنا هنعمله هنركز التسليح المركز ده في مساحه من الحيطه ابعادها سي ابعادها اسف بي في 2 بي يعني العرض ده لو 3 من 10 فانا هرسم كده هنا عمود في الاول وفي الاخر ابعاده 3 من 10 في 6 من 10 بي في 2 بي طب امال انا شرحت لك دي ليه عشان ممكن يجيب لك مساله ام سي كيو يبقى راسم لك الاسترس ومديك السي برقم ويديك ده مجهول ويقول لك ده بكام بقى الطول ده بكام يوم جاي يقول له بيتاخد الاكبر من سي على الاثنين او 2 بي
فتقوم جاي قاسم سي على الاثنين وتحسب 2 بي وتاخد الكبيره فيهم. يبقى خلاص يا اشوان لو ما جابهاش ام سي كيو فاحنا الحل بتاعنا ان احنا نركز على مساحه 2 بي. يعني هاخد حته من الحيطه كده 2 بي وحته من الحيطه هنا 2 بي وهرسم هنا تسليح مركب اللي هو كان بكام؟ كان تحت ب 4500 وفوق ب 4500. ال 4500 دول التحويله بتاعتهم ايه؟ 18 فاي 18 اهو ده اللي حولتها. يبقى التسليح اللي فوق واللي تحت بس هم اللي بيتحولوا لعدد اسياخ بقطر. وبالتالي سعادتك عايز ترسم في المساحه دي كده 18 سيخ فاي 18 اللي هي تحويله 4500 لعدد اسياخ بقطر 18. ارسمها ازاي بقى؟ قال لك بتعتبر ان ده عمود. اتفضل. يعني هو ال 4500 هيتوزعوا على المساحه اللي انا حسبتها دي؟ اه بنعتبر الحته دي كده اكن فيها تسليح مركز. تسليح مركز ده بيتوزع ازاي؟ هقول لك دلوقتي بقى. تمام. اه باشمهندس معلش. اتفضل. انا كنت فاكر ان احنا كنا بنعملها كانها كاميرا الحته دي كلها بنوزعها كانها حديد ونحطها في تحت خالص. يعني لو تديني بتاع كده معلش اشاور بس شيل قول يا مايكل ده احنا اول مره نصممه في حياتنا. افتكر ايه؟ عارف هو بيقول لي كنت انا اشتبر. لا بره دي حاجه تانية يا ابني احنا في الكليه. تمام بره ده شغل تاني. خلاص انا اسف. فاحنا عايزين نرسم بقى التسليح اللي هو 18 في 18 ده. قال لك بنعتبر ان ده عمود. وعلى فكره يا مايكل انا بشتغل كده بره نفس الشغل ده بالظبط. بعتبر ان الحته دي كده عمود 18 سيخ فاي 18 فعايزين نوزعها. هعتبر ان ده كده عمود هنا وده عمود وهحط كانه زياده من عندي. دي كانه جديده غير اللي بالاخضر. وجوه الكانه ده اهي هوزع ال 18 سيخ اكنه عمود يا ريس. حط سيخ في كل ركن وبعد كده وزع الاسياخ وربط بقى كانات داخليه. بس قبل ما تعمل كل ده اوعى تنسى التشيك مينيمم. لو قلت لك بقى ان اي حاجه هرسمها هحتاج لها التشيك مينيمم بتاعها. طب المينيمم بتاع الحديد المركز في الناحيتين بكام؟ خلي بالك مجموعهم. قال لك ادنى نسبه تسليح للحديد المركز 2 من 10% من مساحة الايه؟ من المساحة كلها. طب تعالى نعمل ده. هحسب 2 من 10% في 300 في 6000 يطلع لك ب 3600. خلي بالك النسبة دي المفروض مجموع ده زائد ده. ده كان زمان كان زمان في الكود القديم. في الكود الجديد للاسف يعني قال لك النسبه ده اهي هي نسبه حاجه واحده فيهم. يعني التسليح المركز اللي هنا ما يقلش على 2 من 10% من المساحه الكليه والتسليح المركز اللي تحت ما يقلش على 2 من 10% من المساحه الكليه. مع ان المفروض في الكود القديم كان مجموع الاثنين على بعض ما يقلوش على 2 من 10%. لو سالتني انا كرايي الشخصي الكود القديم اصح. ليه بقى يا ريس؟ لان لو جيت جبت الكور وعايز تجيب له حديد مركز مساحه الكور كبيره قوي. فلو خدت 2 من 10 من المساحه هيطلع لك ان عند كل تركيز محتاج لا يقل عن 28 سيخ فاي 32 لان مساحه الكور كبيره. فانا عملت ايه؟ انا بقى برضو يعني عايزين احنا نعمل زي الكود برضو. يعني نعمل زي الكود. لو هنعمل الكور انا ذات نفسي بعملها بره بالكود الجديد بعتبر كل شير وول اكنها لوحدها. يعني لو الكور ده عباره عن حرف يو مثلا فباخد الشير وول دي لوحدها احسب المينيمم هنا ب 2 من 10% من المساحه دي وده 2 من 10% من المساحه دي وانسى ده خلاص. اخد الشير وول الرئيسيه
او الافقيه احسب من مساحتها. الكود القديم بقى كان بيقول لك 2% دول بتوع كل الحديد المركب. طب احنا في الامتحان هنعمل ايه؟ متلخبطناش. احنا في الامتحان هنشتغل زي الكود الجديد، ان كل نسبه من دول ما تقلش عن 2% اهو. فروحت حسبت 2% من المساحه الكليه طلع ب 3600. طب انا كنت حاسب قد ايه؟ بقى كنت حاسبها ب 4500. فيبقى كده انت سيف، والكيس تخدم 18 في 18. بالله عليك اوعى تنسى التشيك ده، لان ممكن المينيمم يطلع اكبر، فالحديد الموزع اللي هنا هيبقى اكتر من اللي محسوب هنا. تعال نوزع على الاسياء سيف في كل ركن. اتفضل اتفضل يا فندم. كمل هندسه مفيش حد يتكلم. هنحط سيخ في كل ركن، وبعدين هو كده سخين هنا وسخين هنا. اتفضل. ايه 2/10 دي في المنطقه الحرجه؟ في المنطقه الحرجه بس. اه 1/10 في المنطقه الغير حرجه. هحط سيخ في كل ركن، ومن عندي هحط سخين هنا وسخين هنا. ليه؟ لان العدد كبير قوي 18 سي كده. استخدمت الواحد من عشرة ده هندسه انت ما قلتش عليه. لو عايز ساعات بيقول كده في الكود، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو بتصمم الشير وول في المنطقه الحرجه، وده اللي احنا بنعمله، ما احنا بنصمم الشير وول تحت خالص، فتركيز المركز ده الحي المركز ده كل واحد فيهم ما يقلش عن 2/10. ده لو انت بتصمم الشير وول في المنطقه الحرجه اللي هي بتاعت الشير اللي تحت خالص. ماشي. لو عايز تصمم الشير وول في منطقه مش حرجه يعني فوق شويه، بيبقى نسبه التسليح دي 1/10 مش 2/10. تمام. بس احنا دايما بنصمم الشير وول تحت خالص على اكبر مومنت، فدايما النسب ده ايه؟ 2/10% كل واحده فيهم ما تقلش عن 2/10% من المساحه. طب دول كده 8 تسياخ من 18 يبقى 10. هحط 5 يمين و5 شمال اهو يا ريس. ده كده العمود بتاعنا اهو. طب عايز اربط بكنات نفس سنه ثانيه بالظبط، هحسب المسافه هتطلع اقل من 150. من حقك تربط سيخ وتسيب سيخ مع مراعاه تماثل الكنات، فهتلاقي ان انسب حل هو الحل ده. والكنات دي بتكون كنات مفتوحه عادي اهي، كان اللي هي بالاحمر الكبيره والكنه الصغيره دي، ممكن تعمل اقفال الكنه دي هنا كمان، ونفس اللي عملته فوق برجع اعمله تحت. فيبقى سعادتك الحديد الافقي ده وده بيتحط كمركز في مساحه من الشير وول مقدارها البي في سي على الاثنين او في 2 بي حسب الاكبر فيهم. في الامتحان لو ما جابلكش شريط السي فانت دايما شغال ب2 بي، وتركز الحديد ده زي ما يكون ده عمود بالظبط. بس اوعى تنسى تعمل التشيك بتاع المينيمم اللي بيقول لك ان نسبه الحديد اللي في تركيزه واحده منهم ما يقلش عن 2/10% من المساحه الكليه لو انت بتصمم الشير وول في المنطقه الحرجه، وما يقلش عن 1/10% من المساحه الكليه لو انت بتصمم الشير وول في المنطقه اللي مش حرجه لو بتصممها فوق شويه. وبكده خلصت الحديد المركز اللي هنا واللي هنا. الخطوه الرابعه، برسم الحديد الموزع على جانبين الشير وول، يعني هنا وهنا. في حديد بقى موزع هنا وحديد موزع هنا يمين وشمال. طب الحديد الموزع ده قيمته قد ايه؟ اهو كل جنب واخد 4500 ملم مربع. طب المسافه اللي هيتوزع عليها قد ايه يا باشمهندس؟ ده هيتوزع على مسافه 4.8 متر. يعني انا محتاج مساحه حديد
مقدارها 4500 ملم مربع على الجنب ده بطول 4.8، يبقى المتر الواحد محتاج قد ايه؟ قال لك محتاج 4500 على 4.8، اذا كانت ال 4.8 محتاج 4500 يبقى المتر محتاج قد ايه؟ 4500 على 4.8. فالاسياك بتترسم كده على الجناب وقيمتها قد ايه؟ 4500 على 4.8 يطلع ب 937.5، ده ملي متر مربع لكل متر طولي، لان انا كنت جايب المساحه الكليه على مسافه 4.8، يبقى المتر الواحد 4500 على 4.8 يديك 937.5 ملي متر مربع لكل متر طولي. اخد النسبه دي وامشي؟ لا، ده في مينيموم. طب المينيموم بتاع الموزع قد ايه؟ قال لك مينيموم الحديد الموزع 25% من مساحة الحتة الموزعة دي، مش المساحة الكلية، يعني 25% على 100 مضروبة في 4800 في 300، ده المينيموم. طب ايه رأيك لو حسبنا المينيموم لكل متر طولي؟ احسبه ازاي ده بقى؟ قال لك الاريا اس مينيمم لكل سايد على المتر الطولي بيساوي 25% على 100، والبي ده اهي هعتبر انها 1000 لان انا عايز اجيب لكل متر طولي، والتي اللي هو العرض بتاعي 300 على الاثنين. ليه على الاثنين؟ لان نسبه 25% على 100 دي بتاعت الحديد الموزع كله، انا عندي جنبين، فيبقى الكل سايد هاسم على الاثنين، ويبقى ده القانون المينيمم لكل متر طولي. تعال نعوض فيه 25% على 100 في 300 في 1000، خدت شريحه متر عشان اجيب الحديد على المتر الطولي على طول. لو انا عملت كده من غير ما اقسم على الاثنين كده جبت عدد الاسياخ او مساحه الاسياخ في الحته دي كلها. طب انا عايز لكل جنب اقسم على الاثنين، يطلع الكلام ده معاك ب 375 ملم مربع لكل متر طول، ده المينيمم. طب انت كنت حاسب كام؟ 937. طبعا خلاص، يبقى 937 هي الاكبر. تقوم جاي اقسمها على مساحه عدد اسياخ او على عدد على مساحه الاسياخ او على مساحه قطر، يعني يطلع معاك الكلام ده ب 5.16 على المتر. طيب انت كده محتاج هنا 5.16 لكل متر في الجنب ده وفي الجنب ده. وخلي بالك بره في التنفيذ ما بيقلش الحديد الموزع ده عن 5.16 لكل متر، يبقى خلي بالك يا باشمهندس ان المينيمم بتاع البراندات ربع على 100 من المساحه الكليه. المينيمم بتاع الحديد المركز لو انت بتتكلم في الكريتيكال زون يبقى 2.1 على 100 من المساحه الكليه لكل واحد فيهم. لو انت بتتكلم على منطقه غير الكريتيكال يبقى 1.1 على 100 من المساحه الكليه لكل واحد فيهم. طب الحديد الموزع المينيمم بتاعه ربع على 100 من مساحه الحته اللي هو هيتوزع فيها، او بنقول لو عايزين للمتر الطولي يبقى ربع على 100 مضروب في عرض الحيطة في طول متر. ده كده جبت المساحة الكلية هنا، أقسمها على الاثنين جبت المساحة لكل سايد، عوضت بالمينيمم طلع إن المينيمم أقل من ده، يبقى خلاص أخد ده على طول وأحوله هيطلع 5.16، ولو كان طلع أقل من 5.16 فهاخدهم كام؟ 5.16. وبكده رسمت الحديد مين؟ الموزع. الخطوة الخامسة رسم حاجة اسمها الكنات الحباية. الكنة الحباية دي برسمها ازاي؟ قيمتها كام الأول؟ 4.8 لكل متر مربع. هشرحها لك حالا. بس بترسم هنا ازاي؟
باقي كده على شويه اسياخ بربطهم بكنه شبه الهوك كده، ارسمها لك بره كده عامله كده، وهنا في سيخ وهنا في سيخ، دي بنسميها كنه حبايه. وعلى فكره الكنه الحبايه دي لها صارت في الكود برضه، ان ما بستخدمهاش الا لو زاد نسبه التسليح الكليه اللي في القطاع كله عن 1% من مساحه الخرسانه، يعني اجمع الحديد الموزع زائد الحديد المركز كله على بعضه واجيب مساحته واشوف هل مساحه الكل ده مساحه كل حاجه اكبر من 1% من مساحه الخرسانه ولا لا. لو اكبر بستخدم كده حبايه، لو مش اكبر ما بستخدمهاش. الكلام اتقال في المحاضره ولا لا؟ مهندس ايه الكود كله تمام؟ ايه يا ريس؟ مهندس ايوه انا عندي بس سؤال، هو اقل قطر للاسياخ الرأسيه 16؟ هو المفروض ده زي العمود اقل قطر فايت 12، بس احنا بنستخدم بره فايت 16 اقل حاجه، وممكن ساعات بنستخدمه 12 عادي. تمام، بس هو طبقا للكود 12. اه طبعا طبقا للكود 12. انا قصدي يعني لو في الامتحان لو تلاقي لي مثلا عدد فايت 12 مش هيبقى غلط عادي. ده صح. تمام، ايه بقى 5 ايه 4 فاي 8 كل متر مربع دي معناها ايه؟ لو ده يا باشمهندس اليفيجن الشير وول، ده الاليفيجن بتاعك. فقال لك ايه؟ لو سعادتك خدت مساحه متر في متر من الشير وول كده بالاليفيجن وطلعتها بره، لازم تلاقي جواها اربع اسياخ حبايه او اربع كنات حبايه كترون فاي 8. ده معنى اربع كنات لكل متر في متر. لو ده الاليفيجن بتاع الشير وول، فلو انا قطعت منه حته متر في متر المفروض الاقي جواها اربع كنات حبايه. فانا بس بقوم جاي راسم كده في الرسمه وبكتب عليه 4 فاي 8 على المتر المربع اهو، وما بتفرش بره. اتفضل. هي دي اللي هم بيعملوها بره كليبسات؟ اه هي دي. ايوه طبعًا. هي دي تمام. فكده ساعتك خلصت تسليح الشرول بالكامل وعرفت كمان المينيمم بتاعها عامل ازاي. انا متوقع في امتحان ميد ترم هيجيب لك حيطه كونكريت دايمنشن ويشاور لك على حاجه جواها ويقول لك المينيمم هنا بكام، المينيمم ده بكام، طب احسب التسليح ده بكام، يقول لك ذا مينيمم رينفورسمنت از، ويديك كذا اختيار. فتقوم جاي انت حاسب من المينيمم يطلع لك بعدد وتقوم جاي مختار الايه الاجابه الصح. باشمهندس زمن المساله بقى التوتال قد ايه؟ هي مش تيجي مساله بقى، هتيجي متقطعه كده. لما كانت زمان بتيجي يعني كانت بتبقى ربع ساعه. مش المفروض ان دي مساله ساعة. مساله عندنا في الفاينل المفروض. لا هتبقى ام اس كيو برضه. يعني مساله التاشيرول دي ما بتجيش مساله ديزاين؟ لا كانت بتيجي زمان ديزاين، بس الدكتور محمود اما هيدرسها هيجيبها ام اس كيو. تمام. طب عايزك يا باشمهندس الشرط بتاع الكود تاني بتاع الكنه الحبايه. الكنه الحبايه الشرط بتاع الكود، لو زاد مساحه الاسياخ الكليه، كل الاسياخ اللي موجوده دي اجمع مساحتها كلها واشوف مساحتهم كام، لو المساحه دي زادت عن 1% من مساحه الخرسانه القطاع الخرساني ساعتها لازم استخدم كنه حبايه. لو مساحه الاسياخ كلها اقل من 1% من مساحه الخرسانه ما بستخدمش اصلا كنه حبايه. وكده رسمت لك تفاصيل التسليح بتاعه الشير وول، وكنا لحد هنا المفروض في كل سنه بنقف خلاص. شكرا. وكنا كده خلصنا. وساعتك كده كنت بتخش الامتحان تلاقي المسألة دي موجودة بخطوات الحل هي هي، كنت بتحل خطوات الحل 1 2 3 4 بإيدك. دلوقتي بقى يجي لك MCQ فهيجيب لك أجزاء معينة من المسألة. طب إيه الموضوع الزيادة بقى السنة دي؟ هو عموما ده بالنسبة لك ده موضوع كله زيادة، ما كانش بيخش في عام أصلا. فالموضوع الزيادة كمان، الزيادة كمان عن السنين اللي فاتت ديزاين الكابلنج شيرول او الكابلنج بيم اسف.
يعني ايه كابلنج بيم؟ قال لك لو عندك اتنين شرول قدام بعض وكان في كاميرا ما بينهم، فالكاميرا دي بنسميها كابلنج بيم. كابلنج يعني كاميرا بتربط اتنين كابل شرول. لو عايز ترسم الكلام ده في الاليفيجن، فادي الاتنين شرول هم وفي كاميرا ما بينهم. الكاميرا دي المساحة الصافي او الزبان بتاعها الصافي اسمه ال نت، ودبسها اسمه تي. الكاميرا دي بقى بتصمم ازاي؟ ده الموضوع بتاعنا. فعشان تصمم الكاميرا هتلاقي ان الكاميرا دي عشان تتصمم بتعتمد على نوعها. ايه ده، هي بتنقسم لانواع؟ طب انواعها ايه؟ حسب نسبة ال ال نت على تي. لو ال ال نت على تي اكبر من او بيساوي 4، فبنسمي الكاميرا دي كاميرا ذات ممطولية كافية. لو ال ال نت بتاعها على تي اكبر من او بيساوي 4، بنسميها كاميرا ذات ممطولية كافية. يعني ايه؟ يعني كاميرا مش محتاجة انها تتصمم على احمال الزلازل. وبالتالي لو ال نت على تي اكبر من او بيساوي 4، انا بصمم الكاميرا دي على الفيرتيكال لوب بس، زي الديزاين بتاع سنه ثانيه، مفيهوش اي فرق. انما لو ال نت على تي طلع اقل من او بيساوي 2، فتلاقي ان الكاميرا دي بتتصمم على انها فعلا كابلنج بيم بقى. والتسليح الرئيسي بتاعها بيبقى تسليح قطري. طب شكلها عامل ازاي؟ يبقى شكلها عامل كده. ادي عمود او ادي شيرول، وادي شيرول، والكاميرا بتاعتك اهي، وفي هنا حديد كده على المايل، ده التسليح القطري. طب ليه عملت تسليح بالقطر كده؟ لان الكاميرا دي بتبقى شايله شير كتير نتيجه الزلازل. فالشير بتاعك بيتقاوم بكذا حاجه بقى، الكنات وكمان الحديد اللي مايل ده. لو عايزني اكبر لك الصوره دي اكبرها لك شويه. وانا بستخدمها ليه اصلا هندسه؟ بستخدمها ليه؟ عشان اخلي الاثنين شرول بيستخدموا بيعملوا مع بعض، شغالين مع بعض. الوقت انا ملاحظ ان هي ربطهم في الاتجاه اللي هو اللي فيه استفنس عليه. انا محتاج اربطهم ليه في الاتجاه ده؟ لا مش تربطهم ليه، عشان الاثنين يشتغلوا حته اكنهم حاجه واحده. ساعات واحنا بنعمل واحنا بنصمم عايزين نعمل شيرول كبيره، نلاقي ان الشيرول دي بيتعمل فيها فتحات. ده استخدام الرئيسي للكابلنج بيم بقى. فالشيرول لما يبقى فيها فتحه فيها باب ولا حاجه، هي هتقفل الباب، بنشيل حته الشيرول دي خالص، وبنربط ما بين الشيرول اللي على اليمين والشمال بكابلنج بيم. لو انت خدت انت كنت معايا في المشروع الاولاني خالص، اول سيكشن. كان في اتنين شيرول حرف ال كده قدام بعض، كنا رابطينهم بكاميرا صغيره. الكاميرا دي كان كابلنج شيرو او كابلنج بي اس، بس احنا ساعتها صممناها لانها كاميرا عاديه اصلا. انا كنت احط سيستم بس مينيمم كده يعني. لا هي المفروض تتصمم كابلنج بي، كناش هنشرع لك الديزاين بتاعها اصلا. تمام. عايز بس اكبر لك دي عشان تشوف الرسمه اللي في السلايد اللي قبلها دي، مش موجوده في الملف على فكره. ما انا عارف. ايوه ما حطيتهاش ليه بقى؟ ما يبقى هجيبها لك بقى رسمه لوحدها. ماشي. ده كده التسليح اهو. ادي شيرول، وشيرول جنبك اهي كمان. وبعمل تسليح بالقطر كده. التسليح بقى عباره عن ايه؟ عباره عن اسياخ او كنات مايله، وكمان اسياخ طوليه. ده اللي انا عايز اصممه بقى. ديزاين التسليح الرئيسي بتاعها والكنات العاديه، ده جاي من الشير والمومنت العاديين. المشكلة في الكلات دي اللي على المايل دي، والكلات حتى اللي على المايل مينيموم، ده المشكلة في الحديد الطولي اللي على المايل. ده اللي أنا عايز أحسبه. زي ما أنت شايف بتبقى حزمتين كده، حزمة مايلة كده وحزمة مايلة كده. طب تعالى نتعلم بقى مع بعض. الصورة فيها كل اللي إحنا بندرسه.
ايه الصوره فيها كل اللي احنا خدناه يعني، حتى الحديد المركز والحديد الموزع بتاع كل حاجه، كل حاجه موجوده فيها كل حاجه. تعالى بقى نشوف ازاي بنصمم الكاميرا دي لو هي بتفتح كتري. طب فرضا بقى ان ال ال اللي انت عديتيه تلعب من 2 ل 4، فدي تصممها اي حاجه. عايز تصممها كاميرا ذات منطوليه ماشي، عايز تصممها بتفتح كتري ماشي، الاثنين ماشيين باي طريقه. طب تعالى ناخد مثال ونشوف بنصمم ازاي. المثال بيقول لك طالب ديزاين الكابلنج بيم لو عرفت الاتي. اول حاجه الالتيميت شير فورس اللي هو كيو التيميت ب 250. ثاني حاجه النت سبان اوف بيم ال ال نت ب 1.2، البيم كونكريت دايمنشن البي بتاعتها ب 300 والتي التي بتاعتها ب 800. اخر حاجه الاف سي يو ب 25 والاف فيلد ب 400. وتعالى يا باشمهندس نشوف بنحل ازاي. اتفضل هندسه بعد اذنك. اتفضل. لو الكاميرا احنا اشتغلنا عليها ذات منطوليه كافيه، حلو، هي كده عملت بقى وظيفتها انها تربط اتنين شيرول؟ اه بوظ الفكره. طب ما هي زي اي كاميرا عاديه، بس هقول لك حاجه، ايه الميزه اللي فيها؟ لا لا، هو الفكره لما خلاص تبقى كاميرا عاديه بقى، مش تبقى كابلنج بي، تبقى كاميرا عاديه مش هتربط شيرول ببعض. الفكره ان الكاميرا دي عشان تربط اتنين شيرول ببعض لازم تكون كاميرا جاثقه، يعني كاميرا لها ستيفنس عاليه. فالكاميرا الستيفنس بتاعها ايه اللي بيحكمها؟ الابعاد. فلو ال ال نت بتاعتها كبيره قوي، يعني طول بحرها كبير وبالنسبه لدبسها، ودبسها صغير قوي اللي هو التي صغير، يعني ال نت على التي اكبر من 4، ده عن الكاميرا دي كستيفنس قليله، فمش هتقدر تربط الاثنين دول ببعض. فنقول لك حتى لو انت عامل كاميرا ما بين اتنين شير وول وجيت حققت الشرط ده وطلع ان هو اكبر من 4، يبقى الكاميرا دي اكنها مش ربطان، تبقى كاميرا عاديه معمول لاي غرض تاني. امال لو انت عايز تعمل كاميرا كابلنج بيم، فانت من الاول تطبق الشرط ده معاك، تبقى بتاخد التي بتاعت الكاميرا وانت حاطط في اعتبارك ان ال ال نت على التي ما تزيدش عن 2، انت اللي بتحدد ده. انما احنا لا، احنا هنديها الابعاد وهنحدد نوعها، انما انت بره انت اللي بتحدد النوع اللي انت عايزه. تمام يا ريس؟ ومش بالكابلنج بيم دي، مش انا كده عملته زي الفريم؟ إيه لا لا، ازاي بقى؟ لانها مش ريجيد جوين، مش ريجيد جوين، يعني مش هسلح دي جوينت وهسلحها بحديد والحديد بتاع الكاميرا ده مش هينزل جوه الشرول بكامل التول الديفلوبمنت، فهي مش فريم. لا هي كاميرا جاسئه انها مش فريم. طب ما هو كده برضه، ما هو حديد الكابلنج بيم دخل في الشرول، ده المايل ماشي. انا بتكلم على حيزه نفسه، مش داخل بكامل طول، مش داخل الديفلوبمنت. اشتراطات الفريم لها تسليح تاني خالص، والزون دي لها حاجه تانية خالص، كل حاجه لها حاجه، يعني ده مش فريم. لا ماشي، الفريم عشان تسلح موال تاني. فالحل بتاعنا اول خطوه هنحدد نوع الكاميرا اللي هو مدهن، هل هي كابلنج بيم ولا كاميرا عاديه. فرقم واحد التايب اوف بي، هاسم ال نت على تي يطلع معايا ب 1.5 اللي هي 1.2 على 8 من 10، يطلع ب 1.5 الكلام ده اقل من 2، فانت كده كاميرا بتسليح قطري. الخطوه الثانيه، خلي بالك ان التسليح القطري ده بيقاوم شير، فانا هصمم شير عادي خالص، الكيو التيميت سمول بتساوي 1.25 في الكيو التيميت على البي في الدي. ايه الواحد وربع دي؟ انا قلت لك بقى ان اي عنصر بيقاوم زلازل مش عايزه ينهار شير، فبضرب الكيو بتاعته في 1.25. نفس الكلام في الكابلنج بي، يبقى الكلام ده بيساوي 1.25 في 250 في 1000 عشان احول بس من كيلو نيوتن لنيوتن، البي ب 300 والدي ب 750. البي ب 300 ايه
والدي 800 ناقص 50 ب 750 يطلع معاك الكلام ده ب 1.39 من 100 ميجا باسكال. الخطوه الثالثه حساب الكيو ماكسيمم. ايه ده مش هتحسب الكيو سي يو؟ لا، في الكابلنج بيم بصمم على الكيو التيميت على طول من غير ما اقارنها بالكيو سي يو، انا اقارنها بس بالكيو ماكسيمم عشان اتاكد ان الابعاد دي هتشيلها. الكيو ماكسيمم بتساوي 7/10 جذر الاف سي على جاما سي زي القديم. تعوض يا ريس هيطلع معاك الكلام ده ب 2.86 من 100. ده كيو التيميت طلعت اقل من الكيو ماكسيمم، فده معناه انك سيف كونكريت دايمنشن. طب لو كانت طلعت اكبر، لو كان طلع ان غير كده يبقى انت انسيف، يبقى انكريز دايمنشن، زود الابعاد دي، زود العرض او زود الدبس. بعد ما جبت دول وتاكدت ان الكاميرا سيف، عايز بقى اجيب الحديد القطري اللي بيشيل الكيو التيميت ده اللي هو الاسترس ده. فقال لك الخطوه الرابعه حساب الحديد القطري ASD. ايه الـ ASD؟ ادي يا باشمهندس شكل الكاميرا في الكود، الرسمه دي من الكود. فبيبقى عباره عن ايه التسليح؟ بيبقى عباره عن حديد فوق وتحت، وده حديد شرينكج اللي هو ده وده، وشويه كائنات راسيه، دول بيجوا من الفيرتيكال لوب. وفي احمال تانية او في حديد تاني اسف بيتصمم من الشير الناتج من السيزميك لود اللي هو الحديد ده والحديد ده اللي هو القطر ده كده والقطر ده كده. طب لو خدنا الكروس سيكشن هيبان الكروس سيكشن ده ازاي؟ هيبان كده، الكاميرا عادي بالحديد اللي جواها بالشرينكج، وهيبان مربع جواها كده صغير ومربع تحت كده. خلي بالك ان المربع ده عرضه اقل من عرض الكاميرا بحوالي كفر حوالي 50 مللي، يعني ابعاد المربع الصغير ده 250 في 250. اللي عايز اجيبه مين بقى؟ الاي سي دي، دي عدد الاسياخ اللي موجوده في مربع واحد فيهم، دي اللي انا هحسبها لك. يبقى انا اللي هصممه الحديد الطولي اللي هو الحديد المايل ده. طب والكنات اللي ربطاهم دي، الكنات دي يا باشمهندس تبقى 5 × 8 مينيموم، انا محتاج عشان اربط بس الحديد الطولي، انما اللي شايل الشير اكزاكت الحديد الطولي لانه مايل. طب بحسب الاي اس دي ازاي؟ حد عنده اي استفسار هنا؟ باشمهندس بس مساحه المربع الصغير ده كنا نجيبه ازاي؟ 200 عرض الكاميرا الكبيره ناقص 50 فهو مربع، يبقى البعد بتاعه البعد الواحد فيه عرض الكاميرا الكبيره ناقص 50. مش عرض الكاميرا الكبيره ناقص 50، المفروض يجيب لي مسافه ما بين، يعني كانه نقصت الكفر بس. لا عشان كده في كفر عادي، الكفر في الكاميرات دي بيبقى مثلا 15 مللي اللي هو 1.5 سنتي اللي جناب كده، فيبقى ده وده كده 30. وخدت معايا قطر الحديد ده مثلا قول مثلا كام فاي 8 يعني، يبقى 38 و8 كمان يبقى 46، وخدت كمان 4 مللي كده ولا حاجه، فهي ملهاش قانون، هي ملهاش قاعده، بس احنا بنقول لك يعني تقريبا بتبقى اقل من دي ب 50 مللي كفرض. تمام يا باشمهندس. طب احسب بقى الاريا اس دي ازاي اللي هي عدد الاسياخ في واحده بس من دول في مربع واحد. تعال نشوف بنحسبه ازاي. قال لك الاريا اس دي مساحه مجموعه الاسياخ القطريه ولا تقل عن 4 اسياخ في المربع الواحد. احسبه ازاي؟ قانون يا ريس، الكيو التيميت اللي حسبتها بتساوي اي اس دي على البي في الدي، بس الاي اس دي مجموعتين مش مجموعه واحده، مجموعه تحت ومجموعه فوق، فينضرب في 2، اضرب في اف فيلد على الجاما اس في ساين الفا لان التسليح مايل،
طب ايه الساين الفا دي؟ ايه الالفا دي؟ زاويه ميل السيخ القطر. طب احسبها ازاي؟ ارجع لك الشكل تاني كده. ايه الالفا؟ زاويه ميل السيخ القطر على الافق، يعني هي الزاويه دي. السيخ المائل ده زاويته على الافق اسمها الفا. طب نحسبها ازاي؟ قال لك انت عارف ان التوتال ديبس بتاع الكاميرا بتي، ده التوتال ديبس بتاع الكاميرا، كل ده كده على بعضه تي من هنا لهنا. طب انا عايز يا باشمهندس اجيب الزاويه دي، فاقوم جاي راسم مثلث تقريبي. خد بالك ان الكلام اللي بقوله ده تقريبي، هرسم مثلث كده على الكانه وعلى الحديد وعلى الكانه المايل اهو، ويبقى الزاويه دي هي السيتا او هي الالفا. مبدئيا طول القاعده بتاعت المثلث انت شايفها ايه دي؟ ايه الطول ده؟ ايه اللي نت؟ اللي هو من العمود للعمود، فيبقى قاعده المثلث ايه اللي نت؟ ناقصنا اجيب لك الارتفاع ده بكام؟ خلي بالك باكد تاني، انا بحسب الكلام ده تقريبي، لانك مش اساسا انت لسه ما صممتش ولسه ما ميلتش السيخ، فانا بحسبه لك بطريقه تقريبيه، ودي اللي هنعملها في الامتحان. الارتفاع ده بكام بقى؟ التوتال ديبس اللي هي التيك كليه، هطرح منها من تحت كبر ومن فوق كبر، لان انا باخد المثلث ده على السيخ، يعني خط اللي تحت على السيخ، فانا سايب كبر من تحت وكبر من فوق، فيبقى المسافه ده هي تي ناقص 2 كبر، وهنزل الحته دي كمان. طب الحته دي قد ايه؟ هعتبرها قد الارتفاع بتاع المربع ده، مع انه المفروض هو ارتفاع المربع على المايل، بس ما علينا. يبقى الحته دي قد ايه يا باشمهندس؟ تي ناقص كبر من فوق وكبر من تحت، يبقى تي ناقص 2 كبر. اطرح منها العرض بتاع المربع الواحد من دول عشان اجيب المسافه اللي تحت دي، يبقى المسافه دي هي تي ناقص 2 كبر 2 سي ناقص عرض المايل، عرض الحته المايله اللي هي احنا فرضناها بكام؟ ب 250 اللي هي 300 ناقص 50. والقانون ده يا ريس حفظ. طب انا جبت الطول الراسي والافقي، عايز اجيب الثيتا، يبقى تان ثيتا المقابل على المجاور اللي هو الرقم ده على ده، تجيب الثيتا او الالفا. الالفا ده ايه بقى؟ بتطلع في حدود من 20 درجه ل 25 درجه ان بتوين القيم دي. حد مش فاهم المثلث اللي احنا عملناه ده بشكل تقريبي كده؟ حد مش فاهمه ده؟ طب حد مش فاهم الارتفاع اللي جبناه ازاي يا شباب؟ دي كلها ناقص كبر من فوق وكبر من تحت وناقص العرض ده اللي هفرضه ب 250، 300 ناقص 50. طب تعال نطبق في كده يا باشمهندس في المساله، فيبقى الالفا بتساوي تان ماينس 1 التي كليه ناقص البي دياجونال ناقص 2 الكفر على ال نت. تعال نعوض، التي كليه ب 800، البي دياجونال قلت لك هنفرضها بالبي ناقص 50 يبقى 250، 300 ناقص 50 ناقص 2 الكفر، الكفر الديزاين هفرضه ب 50، لو انت عايز تفرضه بالكفر الاكزاكت ما عندناش مشكله، بس ساعتها بقى اطرح كمان قطر السيخ او قطر بقى سيخ تحت وفوق. فانا بقول لك من الاخر خد الكفر ب 50، ويبقى اكني خدت معايا اقطار الاسياخ، يبقى 2 في 50 ب 100 على ال نت اللي هي 1200، يطلع معاك الزاويه دي ب 20 ونص درجه. بعد ما جبت الالفا هعوض في القانون، الكيو التمت عندي 1.39،
البي عندي ب 300، الدي عندي ب 750، اف يلد ب 400، جاما اس 1.15، والالفا ب 20.5. من هنا هتجيب مين؟ هتجيب الاي اس دي، يطلع ب 1283.7. لازم الرقم ده تحوله لعدد اسياخ تقبل الاسم على الاربعه، لان شكل الاسياخ في المربع الصغير ده يا اما سيخ في كل ركن، يا اما سيخ في كل ركن وسيخ في النص في كل اتجاه، فيبقى يا اربع اسياخ يا ثمان اسياخ في المربع الواحد. عدد الاسياخ يا اربعه يا ثمانيه. فانا معايا مساحه الاسياخ 1283، ده المربع الواحد. عرفت منين؟ ما انا كنت ضارب فوق في 2، يبقى كده انا جبت المربع الواحد. طب عدد الاسياخ كام؟ قسمت على قطر 22 طلع 4.22. صعب يا جماعه الكابلنج ميم؟ بصمم شير عادي في الاخر بعوض في القانون ده. والالفا حسبتها لك استنتجناها كام منين؟ هي قانون بحفظه. بعد كده بتعوض في القانون النهائي تاني، تجيب الاريا اس دي، وخد بالك دي بتاعت مربع واحد بس، فيتحول لعدد اسياخ يا 4 يا 8. صعب يا شباب؟ سهلة جدا عشان الصلاة. كذاب والله. يعني تاخد لها في الامتحان بتاع 10 دقايق ولا حاجة. أقل من كده كمان؟ دقيقتين. ده دقيقتين ده باللي الدكتور حاسبه يعني. هو الدكتور حاسب خمس ثواني باين، انا مش عارف. ما علينا، حد يا جماعه عنده اي سؤال يا جماعه؟ ايوه انا عندي اسئله بس. انا عندي سؤال بس من السكشن اللي فات هندسه. ماشي، اي حد عنده اسئله؟ خلي طارق الاول عشان انا اسئله. ماشي يا عم. النقطه بتاعه، النقطه اللي انت اتناقشت فيها مع مروان